وصلنا لكام وهنوصل لكام بعد كده؟ بنشتغل في 27 محافظة، عندنا قاعدة بيانات فيها أفراد أسر مسجلة 13,729,430 مصري ومصرية مسجلين في قاعدة البيانات أفراد الأسر التي طلبت أن تسجل. إجمالي عدد الأسر التي سجلت 3,234,000، وإجمالي عدد الأسر التي قبلت وبتستفيد وصدر لها كارت 1,739,000 أسرة. قليل برضو سيادة الوزير. 1,739,000 أسرة، عدد المستفيدين أو عدد الأفراد في هذه الأسر 8,500,000 مواطن. فإحنا بنتكلم على 8 مليون و500 مواطن ألف مليون مواطن ونص في 1,739,000 أسرة. قليل او كتير بالمقارنه بايه؟ احنا كان هدفنا 500 الف اسره في السنه على 3 سنوات في 1.5 مليون، عملنا 1,739,000 اسره في سنتين، وفضل لنا السنه الثالثه ما زالت في البرنامج لنجود فيها ولنضيف فيها اعداد جديده ولننقل فيها بعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي لكرامه وتكافل. فاحنا الحقيقه 1,739,000 اسره ده اكتر بربع مليون اسره من العدد اللي كان مخطط. كمان احنا كنا مستهدفين نشتغل فقط في المحافظات الفقيره، 10 محافظات في الصعيد والثلاث اربع محافظات في وجه بحري الشرقيه وكفر الشيخ وكده. احنا النهارده بنشتغل في جميع محافظات الجمهوريه، وبنشتغل في كل المراكز وكل القرى في مصر وكل الوحدات الاجتماعيه، 2,560 وحده اجتماعيه. طب خلينا نبص على التوزيع سيادة الوزيرة من على الشاشة. يعني احنا هنجد انه مثلا المحافظات الصعيد ربما تبقى هي الاكثر استفادة، يعني بالتأكيد. سوهاج 272 الف، اسيوط 233 الف، المنيا 202، نفس الشيء بني سويف، قنا، الجيزة يمكن اقل شوية. ليه الصعيد هو الاكثر؟ اولا نسبة الفقر في الصعيد اكتر، نسبة الفقر في المحافظات والقرى اللي بنشتغل فيها من 56% وإلى 60% في بعض قرى الصعيد، ولكن نسبة الفقر في بورسعيد مثلا 6%، واخد بال حضرتك؟ نسبة يعني الفقر في مثلاً القاهرة 5%. لا ال 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 أصل احنا لما بنتكلم عن إن نسبة الفقر في مصر 26%، مش كل المحافظات زي بعض، في محافظات نسبة الفقر 5-6% ومحافظات أخرى نسبة الفقر 50-60%. فاحنا ابتدينا بالصعيد لأن الصعيد هو اللي عنده احتياج شديد للدعم النقدي، لان ما فيهوش انشطه اقتصاديه، ولانه في تباطؤ النمو اثر عليه جدا. كان في كتير بيشتغلوا في المحافظات اللي فيها سياحه زي شرم الشيخ والغردقه، قادمين من قنا وسوهاج رجعوا لهذه المحافظات، اسوان والاقصر وقنا، كان الناس بتروح تشتغل في الاقصر، تاثروا بتباطؤ السياحه. وبالتالي الصعيد بالتاكيد هو الاكثر فقرا وهو الاكثر استحقاقا. كمان احنا الصعيد ابتدينا فيه الاول، فالاعداد اكتر، في محافظات اعدادها قليله زي المحافظات الحدوديه، اولا لان عدد السكان قليلين، ثانيا لاننا لسه مبتدئين. يعني احنا في محافظات دخلناها في شهر مارس اللي فات لاول مره. احنا بنستهدف في يوليو المقبل بنستهدف ان احنا نوصل كام؟ احنا كان هدفنا 1,700,000 اسره في 30/6 او 1/7، حققناه بدري شهر ونص، لكن احنا مستمرين ما بنقفلش، بنقبل الاسر والاعداد بتقل في المحافظات اللي هي اقل فقرا، يعني محافظات زي بورسعيد وزي السويس وزي القاهره بالتاكيد الاعداد اللي بتتقدم اقل من الاعداد اللي موجوده في محافظات الصعيد. مش بس الاعداد اللي بتتقدم، لكن الاعداد اللي بتقبل وفقا للمعايير.